أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخبار الخير. اليوم في الحلقة دي اليوم غادي نتأملوا في واحد الحادث عجيب وقع النبي إشعياء اللي كان من أكبر أنبياء الله اللي صيفتهم. وهذا الحادث العجيب كان نلقاه في سفر إشعياء في الكتاب المقدس أصحاح 6 العدد 1 إلى العدد 8. فكيقول إشعياء: في سنة وفاء عزيا الملك شفت السيد بارك على كرسي عالي ومرتفع، وأدياله كتعمر بيت الله، والسرافيم واقفين فوقه كل واحد عنده 6 جنايح، بجوج جناوح كيغطي وجهه، بجوج جناوح كيغطي رجليه، وبجوج كيطير. واحد عيط لاخر وكيقول له قدوس 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 رب الجنود، المجد ديالو عمر الارض كلها. واهتزات الاساسات ديال العتاب من صوت اللي كيغوت، من داك الصوت اللي كيغوت، وعمر البيت بيت الله دخان. فقلت: ويلي، راني تهلكت، لاني انا انسان ناجس، شوارب ديالي ناجسين، وانا ساكن بين واحد الناس شواربهم ناجسين، لان عيني شافت الملك رب الجنود. وطار لعندي واحد من السرافيم من دوك الملائكه، وفي يدو واحد الجمره خادها بملقاط من على المذبح، ومس بها فمي وقال لي: هادي راه مسات الشوارب ديالك، فغادي نحيد داك الاثم ديالك ونكفر على ذنبك. وديك الساعة سمعت صوت السيد كيقول: شكون غادي يرسل وشكون غادي يمشي على قبلي؟ وقلت له: هاني يا ربي ارسلني، ها أنا ارسلني. زعما قصة عجيبة بزاف ديال نبي إشعياء اللي كان أكبر أنبياء الله، ملي كان طرأ له الله في المجد ديالو باش يصيفطوا لشعبه، باش يوجدوا الخدمة، يصيفطوا للشعب ديالو، ينهيهم ويدعيهم، زعما كما كنقولوا يعيط ليهم باش يرجعوا الله ويتركوا ذنوبهم ويرجعوا لإلههم ويتركوا ديك الآلهة ديالهم وداك الشيء اللي كانوا تابعين. وكاين شي، يمكن كتوقع شي حوايج في الحياة اللي كتقدر تغير حياتنا 100%. مثلا كيقدر الإنسان يكتشف بأنه فيه واحد المرض، مرض ما عنده دواء، مثلا بحال مرض السرطان ولا السيدة، ولا كيكتشف بأن زعما شي حاجة خطيرة كاينة في حياته اللي ما عندهاش الحل. ف بحال هاد الحوايج هادو كيقدروا يغيروا حياة الإنسان زعما 100%. كيقدر الإنسان الحياة ديالو تقلب وتغير إلى الأبد، زعما على سبب داك الحادث اللي كيوقع. وهنا كنشوفوا نفس الشيء وقع للنبي إشعياء. داك النهار غيكون واحد النهار اللي عمره ما غيتنسى ليه في حياته. كان في المعبد وفجأة شاف الرب. تصور، لكن ملي كنقول شاف الرب ما كيعنيش حنا كنقدروا نشوفوا الله، لان الله ما كيتشافش، ما عندوش جسد يدين ورجلين وجه، لا، الله روح ما كيتشافش. لكن الله في النعمة ديالو كيقدر يتراءى لشي واحد، كيقدر يتراءى للناس كيف كنشوفوا في الكتاب المقدس، لكن بشي صورة معينة، ماشي صورة معينة للناس كيفهموها. ملي كيطرا لشي واحد، داك الواحد كيفهم بالله ان هذا هو الى الاله الحي، الى الكتاب المقدس، الى المجد. لكن ماشي شي منظر سهل، منظر مخيف، لان إشعياء ملي شاف داك المنظر غوت: ويلي، راني تهلكت، لان شفت
السيد رب الجنود، ما كيدوي على الرب إله الحي. فكيقول إشعياء كيبدا كلامه في سنة وفاة عزيا الملك، كيقول لك زعما شت الرب في ديك السنة اللي مات الملك عزيا، كان الملك ديك الوقت، ديك السنة شاف الرب، قال لك شفت الرب جالس على كرسي عالي، هادشي كان في المعبد وشاف الرب تما جالس على كرسي عالي ومرتفع. وتصور على منظر مخيف، لان ماشي شاف غير الرب، شاف شي ملائكه عجيب سيرافيم، كيحاول يوصف واحد الحاجه اللي في الحقيقه ما يقدرش الانسان لسان الانسان يوصفها. زعما كيفاش غتوصف ملائكه عندهم 6 جناح وطايرين كيطيروا؟ صعيبه زعما، واحد المنظر اللي منظر مجيد بزاف، منظر سماوي، منظر عالي، بالنسبه لينا ما نقدروش نتحملوا بحال هاد الحوايج هادي، لان لدرجه هو بدا كيغوت كيقول ويلي انا تهلكت، لان شاف الخطيه ديالو، شاف الذات ديالو، شاف الاصل ديالو كيف داير. لان الانسان ملي كي الانسان خاطئ، ملي كيوقف قدام اله المجد، كيوقف قدام اله قدوس، كيشوف الطبيعه ديالو الساقطه. وديما كنشوفوها، ديما كنشوفوا هاد الحاجه كتوقع. لكن خلينا اولا نشوف واش وقع في هاد الحادثه هذا. كنشوفوا ثلاثه حوايج وقعت إشعياء. اولا اعترف بذنوبه، للواحد الواحد كيوقف قدام اله قدوس، اله مخيف، وخا اله محب راه في نفس الوقت اله مخيف واله قدوس، كيشوف حالته ديك الساعه. هاد النبي اللي كان من اكبر انبياء شاف حالته الساقطه ومذنبه، وبدا كيغوت ويلي انا تهلكت لاني انسان نجس السفتين. زعما كيقول لك انا انسان شوار بيناسة، شاف ديك اللحظه في مجد، في نور، ملي النور الله سطع عليه، شاف الطبيعه ديالو الساقطه وغوت، كيقول انا تهلكت لان شفت اله المجد وشاف الطبيعه ديالو. فإشعياء اولا كنشوفو اولا اعترف وشاف حالته واعترف بذنوبه. هادشي كنشوفوه كيوقع كالقديسيين ورجال الله والناس في الكتاب المقدس. مثلا بطرس، رسول بطرس كان واحد المره بارك في الفلوكه مع الرب يسوع، الرب ملي كان قال لهم ديك الساعه لوح، وكان هما ليله كامله هما كيصيدوا، ما صيدوا حتى شي حوته، وقال لهم الرب لوح الشبكه للجهه الاخرى، ملي لاحوا جبدوا الحوت بزاف. وبطرس الرسول بطرس ديك الساعه كان تلميذ بطرس، ديك الساعه كان بارك حدا الرب في الفلوكه، وفجأة شوية هو يتحلوا لي عينيه وشاف بأن هاد يسوع هذا اللي بارك معاه، هاد المعلم هذا راه هو رب المجد. هو يغوت قال لي يا سيدي يا رب خرج من فلوكتي لأني أنا إنسان خاطئ. فبطرس ملي تحلوا لي عينيه وشاف رب المجد، شاف جوج حوايج، شاف ان هذا الاله هذا الرب هذا اله قدوس، وشاف حالته هو، قال له بعد مني يا سيدي، قال لي انا اله، انا انسان خاطئ. هادشي ديما كيوقع اللي كنتلاقاو مع رب المجد. ثانيا كنبي اشعياء خاد غفران ذنوب ونقيان طهارة لحالته وذنوبه، فشاف ديك الساعة حالته كيف دايره، ولكن نعمة الله خاد غفران الذنوب والتنقية من ذنوبه. لأن الكتاب كيقول لك إذا اعترفنا بذنوبنا فهو آمين، الله رحيم وامين، الرب رحيم وامين. اذا اعترفنا بذنوبنا وامنا بهذاك اللي صيفط لنا باش نجينا، الله امين ورحيم، كيغفر
ملي كنآمنوا كنعترفوا بذنوبنا وكنتوبوا كنآمنوا بهذاك اللي جا على قبلنا اللي مات على قبلنا كناخذوا غفران ذنوب. ثالثا كنشوفوا بأن النبي إشعياء خاد لاسمو الأمر باش يمشي، ولكن قبل من هذاك الشيء ملي في التنقية ملي كان الرب نقاه باش نقاه كيقول لك ديك واحد من الملائكة خاد جمرة من النار وطار لعندو كيقول لك واحد الجمرة على فمي وقال ليه سير دابا راك تنقيتي دابا. تصور الله كينقي الخطية والذنب بالنار، لأن الكتاب المقدس كيقول لك لسان هو نار أكلة جاي من جهنم، لسان ديال بنادم، الكلام اللي كيقول بنادم على الناس، اللسان زعما واحد كيقول عليه الكتاب المقدس عضو من الجسد خطير جدا، كيقول لك النار كيقول لك جاي من جهنم. فنبي إشعياء شاف أول حاجة الشفتين، قال لك شواربي نجسين منقيين، زعما غالبا كنشوفوا الانسان ملي كيوقف قدام رب المجد كيشوف اول حاجه، غالبا ماشي ديما ولكن بزاف المرات كيشوف فمه، لان الفم نجس، الكلام اللي كنقولوا عن الناس. الرب يسوع قال لك كل كلمه قلتها بطاله على شي انسان غادي تحاسب عليها، زعما ملي غنوقفوا قدام رب المجد في يوم القيامه غادي كل كلمه قلناها على ناس اخرين غادي نعطيو عليها حساب. فلهذا كنسولك اخي واختي اش كتقول عن الاخرين، لان كل كلمه قلتيها بطاله على شي واحد غادي تعطي عليها حساب. ثالثا كنشوفوا الدعوه، كنشوفوا زعما الخدمه، صيفطوا باش الخدمه، لانه قال له الرب سولو قال له شكون غادي نصيفطوا، شكون غيمشي من على قبلنا زعما يمشي للشعب ينهيهم، قال له انا يا ربي هنا يا ربي، زعما انا موجود يا ربي، قال لي ارسلني. فكنشوفوا اولا اعترف إشعياء اعترف بذنوبه، وهذا هو الترتيب الصحيح، ديما الانسان كيعترف بذنوبه وكي يتنقى ربي كيغفر ليه، الانسان كيامن برب يسوع وكيعترف بذنوبه كيقبل داك الشيء اللي دار عليه فطريق موته في الصليب، ديك الساعه الانسان كياخذ الغفران، هكا كيقول الكتاب، كيغفر ليه كياخذ الغفران وكي ينقيه الله كيطهره، زعما كينقيه من ذنوبه. فهذا هو ترتيب الصحيح، هذا هو الترتيب الصحيح. اولا خص الانسان يعترف بذنوبه، لانه مهم الانسان يعترف بذنوبه، وثانيا كي ياخذ الغفران لكي يعترف وكي آمن، وثالثا كي يكون واجد ربي يستعمله ولا كيدخل في ديك العلاقه العميقه مع الله، وديك الساعه كيدير كيبدا يرضي الله، ديك الساعه الله كيستعمله ولا كيقودو الى اخره، كيجعلوا بركه للاخرين. ف كنخليك اخي واختي جا الوقت باش نودعك، وكنخليك بهاد باش تامل في هاد القصه العجيبه ديال إشعياء، وكنتمنى نتلاقى بكم في حلقه اخرى ان شاء الله. امين.